معنا الآن نتشرف بأستاذنا الكابتن صالح العريض، قائد ومؤسس مواهب وأفكار والغني عن التعريف دوما. حياك الله يا أبو تركي. حياك الله يا محمد، وأنا بحقيقة أول شيء نسلم على جمهور المجد الحبيب، جمهور اللي استقنا لك، وبنفس الوقت أقول نهني المجد بأمثالك يا محمد، أنت تمثل الشاب المميز. الله يسعدك، الله يسعدك يا كابتن، ويعطيك الصحة والعافية ويبارك فيك، وحقيقة سعيدين جدا باتصالك، الله يعطيك الصحة والعافية. أبو تركي، كما تعلم في هذا الوقت إحنا فعلا جالسين في البيوت، الأطفال كلهم جالسين في البيوت، أغلبهم على أجهزتهم الإلكترونية. كيف ممكن يستفيدون يعني في وقتهم في هالفترة، يستفيدون من وقتهم بألعاب منزلية أو بأشياء، إيش الأشياء اللي ممكن يطبقونها في هالوقت كابتن؟ لا والله، اول شيء ترى هذه اول اعلان للمسابقه عن طريقكم. ما شاء الله تبارك الله. سوينا مبادره العاب منزليه وعليها جوائز ان شاء الله. ما شاء الله. ثانيا احنا ولله الحمد في يوتيوب مواهب وافكار، لو كتبوا مواهب وافكار يوتيوب في اكثر من 1000 لعبه. ما شاء الله. ما شاء الله. 1000 ما هي 200، تحدينا واحد يقول جاب الرقم القياسي 400 لعبه، احنا جبنا 1000 لعبه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اذا الامر الثاني يا محمد، تفضل. انا طبعا اسلم على الاستوديو، انا ماني شايف الاستوديو، اسلم على الجماعه كلهم في الاستوديو، الله يحييهم. يوصل كابتن، الله يعطيك الصحه والعافيه. انه ترى يا جماعه ما نحتاج نروح محلات الالعاب. تذكر يا محمد انت كنت يوم من الايام معنا، الحبل طلعنا منه، الحبل طلعنا منه 50 فكره. ما شاء الله. فقط بالقوارير الماء اللي تسمى علبة الموية طلعنا أكثر من 40 فكرة. ما شاء الله تبارك الله. يعني ما تحتاج تروح وتشتروا ألعاب تخسر أبداً أبداً، أدوات بسيطة اللي هي أنا أسميها إحنا كأنه إعادة تدوير، نعيد اللعبة بدال ما هي علبة بلاستيك نرميها في الشارع، لا غطى العلبة نفسه فيها ألعاب، الحبل فيها ألعاب، العصا صغير هذا فيها ألعاب. والله الحمد يعني بس حرك فكرك، واليوتيوب ما شاء الله احنا ما قصرنا، وكذلك ابشرك في السناب يا محمد وحي جمهور المجد كله الحبيب اللي اشتقنا له كثير. ابشرك يا محمد انه احنا في السناب ننزل يوميا 3-4 العاب للذكاء، العاب حركيه، العاب خفيفه، اسئله، مسابقات يوميا في السناب، لان احنا نبي نواكب هذا الحدث ونساهم. والله يحفظنا واياكم، يحفظ جميع المسلمين، ويحفظنا في بلادنا وبلاد المسلمين عامة من هذا الوباء. اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله كابتن. صحيح، أنا أول ما خطر على بالي قلت الألعاب أبو تركي الكبيرة، هذه ألعاب ميدان التحدي ما نقدر نجيبها عندنا في البيت، لكن أكيد في مجموعة من الأفكار يعني ما شاء الله تطرحونها عبر السناب وعبر قناة مواهب أفكار على اليوتيوب. بس كابتن، أنا وخالد مقدمي البرنامج ودنا نتحدى بعض، وش رأيك تعطينا لعبة الآن نطبقها؟ يلا ممتاز. انتم عندكم سبوره ولا لا؟ اي عندنا سبوره، وعندنا اقلام سبوره. طيب. بعد السبوره نبيكم الان حاجه بسيطه جدا لانه احنا بعيدين عن بعض. اها. انا ابغى ثلاث مثلثات فوق مثل علم لبنان فيها شجره الارز. ايه. انا بترسم بدون ما ترفع القلم، بدون ما ترجع للخط مرتين، يعني بدون ما ترجع لاي خط مرتين. ثلاث مثلثات فوق بعض مره واحده فقط، يعني تمر على الخط مره واحده ما ترجع، يعني المثلث عشان ترسم مثلث احيانا تحط فيه اضطرار ترجع، لا ما نبيك ترجع، مره واحده ترسم ثلاث مثلثات فوق بعض. هذا تحدي على الهواء مباشره. خلينا نجرب، خلينا احنا بنجرب انا وخالد وبنشوف. اتوقع خالد يفوز عليك يا محمد ان شاء الله باذن الله. يكفينا التشجيع يا محمد. كابتن ابو تركي تراني شفتها بالسناب، فما انا ودي اعطي خالد الفرصه، ترى شفتها بالسناب. في غش هنا استاذ صالح. اي والله في غش. لحظه، في واحده ثانيه، في واحده ثانيه. اها جميل جدا، العدل اهم شيء استاذ صالح. ثمان ثمانيات ما دام شافها محمد يرسمها لكم، واكيد بيشوفها. في ثمان ثمانيات ابغى تخليها 1000، ثمان ثمانيات قسمها جمع او طرح او قسمه او شيء، بس لكن عمليه واحده فقط. 1000 ثمان ثمانيات، ثمان ثمانيات بنقسمها الى 1000. خلينا نجرب الان. اول شيء اكتب ثمان ثمانيات. ثمان ثمانيات، عطنا ثمان ثمانيات، يعني انت بنستخدم الثمان ثمانيات. دقيقه. طيب هل بنقول ثمان ثمانيات على الصف؟ اي هذه ثمان ثمانيات، ارسم ثمانيه عندك او اكتب ثمانيه. طيب 888 حلو؟ حلو. بننقص منها 88. بنزود عاد.
لا عشان تضبط معنا. طيب بتصير 800. 888 نقصنا منها 88 بتصير 800. بتصير 800. طيب باقي 888. طيب ضربنا 8 في 8 صارت كم؟ 64. 8 و 64؟ ايه؟ لا زودنا 8 زائد 8 صارت 16. ضربناها في 8. 16 في 8 احسبوا لنا اياها. ضبطت كذا؟ ابى ابسط لكم العملية شوي. اه طيب تفضل. انا اقول فقط جمع. حاول تقسمها وتجمعها جمع فقط، عملية واحدة بس. جمع فقط؟ جمع فقط عملية واحدة. ايه؟ طيب. قسمها قسمها عشرات على قسمها مئات قسمها احاد ويلا. ابو تركي ترى انا يعني انا تخصص انجليزي خالد حاسبات، مفروض انه يفهم بالكلام هذا بس انه تورط والله حتى دي ما عرف يفهم. يبغى لها بعض الوقت يا استاذ صالح. انا اقول له الغاز فكريه محمد يجيبها، الغاز رقميه المفروض تجيبها يا خالد. جميل ما شاء الله تبارك الله. بس يا كابتن طب هذه يا كابتن مثلا ما قد تكون صعبه مثلا؟ طب هل اكيد في اشياء للاطفال صح؟ في اشياء كثيره. طيب ابو تركي نبغى شيء للاطفال يعني. عاد تعودنا منكم الابداع، ممكن نستخدم اشياء في المنزل يعني. طيب انا اعطيكم سؤال خلوه على الطاير كذا. جميل تفضل. طيرين يعني كلمات تقراها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. هذه سهله يعني مثل باب. باب اي باب. باب اها جمله نقراها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين نفس الشيء؟ نفس الشيء جمله كامله. حتى شوف اللغة العربية عظمتها، ممكن بيت شعر كامل تقطع يمين يعني. بعطيك جملة. ها تفضل. ربك فكبر. ربك فكبر. يا سلام. اقراها العكس نفس الشيء. صحيح فعلا ربك فكبر. أنا مرت علي قبل بيت الشعر يا أبو تركي أقوله؟ أيوه وش أقولها هي؟ أنا أذكر مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم صح؟ 100%. ما شاء الله. طيب بالنسبه للادوات اللي في المنزل مثلا بعض الكاسات بعض الحبال اللي ممكن نستخدمها. حلو. نخبركم مبدعين يعني ما شاء الله من زمان في مواهب وافكار، تعلمنا منكم هذا الابداع. اعطونا بعض الافكار البسيطه اللي ممكن نستخدمها في هالوقت. انا اقول لك الافكار البسيطه، عندك الورقه والقلم هذه فيها افكار لا تعد ولا تحصى. زين. نعم. عندك قلت لك بالحبل يعني تربط الحبل دائره وتسير الحبل على جسمه الطفل اسرع. تجيب ثلاثة أربعة معهم حبل تربطه على شكل ايش؟ دائرة صغيرة مربوطة من يعني من الطرف. جميل. ثم يلعب الحبل، القفز على الحبل، ترى لعبة هذه القفز من أجمل الألعاب اللي للأطفال وتحرك الدورة. طبعاً بقول شغلة معلومة ما دام أنتم في البرنامج للأطفال. تفضل. اسمحوا لي. ترى اللعب، أنا أكلم الآباء والأمهات، ترى اللعب حاجة مثل النوم مثل الأكل. حاجة ضرورية للطفل يوميا يلعب. وإذا حاس البيت يا أبو تركي؟ لا البيوت صارت متاحف يا خالد محمد. نعم. صارت البيوت متاحف، أنا أقول لازم يوضع غرفة للألعاب. جميل. يعني من يوم ندخل البيت نفرغ غرفة نقول هذه خاصة للأطفال، لأن الطفل ترى جسمه يقول له تحرك. أنت تقول له وقف. الفطرة حقته تحرك تحرك، فيضطر يكسر. ما لا سامحوه. جميل. يكسر شيء ونتحمل كذا. الكرة الصغيرة. طيب أعطيكم نصيحة، الكرة الإسفنجية مش الكرة، ترى إحنا لما نجيب للبيت نجيب كرة إسفنجية وفيها عشرات الألعاب. إحنا ابتكرنا من الكرة 100 لعبة. ما شاء الله ما شاء الله. من الكرة شوفوها موجودة الآن في يوتيوب، ما أفكر 100 لعبة بالكرة، بس بدل كرة كبيرة تحط كرة إسفنجية فقط. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو تركي، وجزاكم الله خير على هالمحتوى الرائع اللي تقدمونه عبر السناب شات وعبر قناة مواهب وأفكار على اليوتيوب. حقيقة محتوى إحنا في أشد الحاجة له في هذا الوقت. شكرا جزيلا لك يا كابتن. ومحمد لا تنسوا في مسابقة بعد يوم يومين حتنزل فيها أكثر من 20,000 ريال جوائز. ما شاء الله تبارك الله. مشاركة هي عن طريق السناب يا كابتن ولا عن طريق اليوتيوب؟ عن طريق السوشيال ميديا. ترى على فكرة أول إعلان، والله يقول لك يا محمد أول إعلان هنا أنت بهمك، أنا لسه خالصين باتفاقية اليوم. ما شاء الله. إذا برنامج دراسة زائدة يتفرج بأول إعلان لهذه المسابقة. ما شاء الله تبارك الله. نعم. جميل جدا. طبعا يشاركوا بألعاب ألعاب منزلية يعني يا كابتن؟ إيه ألعاب منزلية أو رسمة كده تعبر عن الوضع يعني عن التعاون، عن التعاون كيف نتعاون في تجاوز هذا الوباء. الله يحفظنا وياك. ما شاء الله تبارك الله. إذا ندعوكم أنتم أصدقائنا للمشاركة في هذه الألعاب. جميل جدا. أشكركم وأشكر قناة المجد اللي
نحبها من قلبنا ونتمنى لها دائما التوفيق والنجاح والاستمرار ان شاء الله من حسن الى احسن باذن الله. الله يعطيك الصحه والعافيه يا كابتن، وشاكرين لك تشريفنا في هذه الحلقه. شكرا جزيلا لك يا كابتن. يا مبدع. الله يعطيك الصحه والعافيه ابو تركي، جزاكم الله خير. الله يعطيكم الصحه والعافيه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.